فانتي هسه شفت مسويه تمبرري كراون. يس كراون. جوا شكو وشنو كانت قبلها مشكلتك يعني بحيث رحتي؟ مشكلتي انه لون اصفر لون ابيض عصب تسوس ما اعرف شنو الوان خايس ريحة حلقي كل شيء. هاي ما لها علاقة باللي ده تشتغلي، ده تشتغلي التجميل. مو أنا ما يسوي عن... إيه مو هي تجميل إذا ما يصلح لي يعني أنا. بالضبط. تبنين على أساس. لا. فهو تمام. لازم. عشتي. فإيه فهو قال لي لازم هذا قتل عصب هذا التهاب هذا هيجي. فالرجال اشتغل. قتل عصب مو بالسهولة اللي تصوريها لازم يكون. أجهزة متخصصة لازم يكون عزل كامل حتى كاميرا لا هاي أحكي على العصب ايه. يعني أهم شيء إحنا نضمن إنه إيه عافية عافية أكو روتر يعني أشكال أكو أنواع زين بعد قبل التلبيس نضمن يكون أكو زيرو بكتيريا تعرفين شنو يعني النهايات جذور الأسنان هو هذا ها سبحان الله شوف أنا دا أحكي هيك تمام يلا أنا هسه لأن أكو ظاهر قصص إيه بالعكس أنا آسفة إيه فيعني من سوالي جلسة واحدة فوق أنا ما عندي هواي أسنان هسه تشتري يعني جلسة واحدة يعني جلسة واحدة مال قالب ده تحكي لنا حشوات لا سوالي جلسة واحدة إنه قطع لي عصب وبرد أيه. وبرد وصغر الأسنان وحشم مؤقت وهذه كم سنة برد أنا ما عندي هواي أسنان لكن سن قبل يمكن لا أنا عندي 10 إلا المقلوع أشقد والله ما ادري ما حاسبه بس انت تقدرين تشيلين وتبوعين حق عادي هذا لا ما يحتاج من الكلام مالك كلش كافي ف صار عندي هذا انا ليش جيت عليك لان انت اختصاص هذا التحسس والالتهاب وايد يجوني انا اريد هذا الشيء لانه طبيب الاسنان مو مال انت مو مال النفس اللي انت يعني اختصاصك هذا أو من ضمن سلسلة نعم نعم إيه هي هم تجي ترى من الخبرة صار عندي تجي دكتورة إيه؟ صار عندي تحسس آلام من يوم 27/7 بلشت آلام قوية وأنا أروح أقول له آلام قوية يقول لي هذا أقول له إيه هذا يسوي لي قطع عصب بس أنا أحس الآلام القوية بحلقي نار خل أقول لك الوجع قبل ما كان عندك؟ ما صار بس أنا يقول لي صار عندك تحسس يابا انطيني فتشي هاي يقول لا هو يروح هو يشيس شهر صار لك ايش قد من باردة أسنانك؟ صار لي شهر ها هواية شهر يعني المفروض يروح حسب كلامك المفروض يروح أنا هسه كل ما أروح عليه هو خطية هم حار بزمانة وياي يعني صراحة دائما الطبيب يحاول يساعد المراجعة ايه؟ مالته يعني للتخلص من الألم حتى يقول لي مال مضمضة وأنواع مضمضة ما لها علاقة بالألم مو على مود بكتيريا ما بكتيريا الألم ما لها علاقة يصير عندك تحسس ما لها علاقة ايه؟ بالبكتيريا البكتيريا تصيب جذور الأسنان في ايه؟ حالة أكو تسوس وأخذ لي أشعة آخر شيء قلت له دكتور تخيل الأشعة ثنائي البعد والألم ثلاثي البعد ايه؟ لا يمكن يعلم ايه؟ الألم هو شاف إلا الله والمراجع ما ممكن يعرفه ايه؟ فقال ما عندك التهاب انا قضيت على الاعصاب الملتهبه انت دا تشكين من الالم انا دا اشكي من ما حد ما دا يفهمك انا هسه إيه؟ صاير عندي ستيب باك انا حاله نفسيه انا اخاف يسوي لي دائمي ونفس الالم يقول لي لا صار عندك تحسس لان انا وصلت للمينا ما اعرف شلون هاي بالبرد لما يشيل الغلف مال الاسنان والهواء والماي اللي كله يؤدي فأني عندي وجع واصل راسي إذاني هنا أني أشرب بونستان إيبوبروفين أشرب باراستيمول الإماراتي وباراستيمول الفرنسي انتبايتك هم؟ هو يقولون من أسوي جوجل يكتب إنه هو مضاد وش اسمه حتى دنتاجيل هو انتبايتك دنتاجيل أخذت لحد الآن 4 طبقات لحد الآن طبقتين كملت 2 مدى يخف الألم؟ بس انت بهالحاله هالقد الادويه والكبسول والالتهابات إيه؟ هاي الامعاء والفلورا مال الامعاء والبكتيريا الحميده طفيتيها يعني هسه راح ترتفع عندك حاله نفسيه قلق وسواس انه بحيزيد راح يصير عندك امساك انتفاخات ها واني مدى اكل دكتوره من ورا هاي الحبوب يعني هذا ما اقدر لانه هذا بلاستيك فما اقدر امضى فكل هيك اشياء ليكويد اني تعبت شوفي لي شيء وخر لي الألم على مود أروح أكمل. هو عندك مثلاً أشعة بالأسنان قبل ما يبردها؟ إيه.
عندي قبل البريد اريد اشوف والله اسفه احد بالبيت يطق له صوره ويدزها.